على النبي هي الطريق لرحمته. اشرح صدرنا بالصلاة لما نقبله في جنته. يا ربنا اجعل صلاتنا على النبي هي الطريق لرحمته. يا ربنا اشرح صدرنا بالصلاة لما نقبله في جنتك. يا ربنا اجعل صلاتنا على النبي هي الطريق لرحمتك. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونشكرك شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا بفضل الله ومنه في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ولازلنا أيضا في باب الصبر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. العبد في هذه الدنيا دائما مصاب بابتلاءات، كذلك لا يوجد عبد على الإطلاق، أو لا يوجد إنسان على الإطلاق في هذه الدنيا إلا وقد ارتكب ذنبا من الذنوب ومعصية من المعاصي، كبيرة كانت أو صغيرة. فالله تبارك وتعالى إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا بسبب هذه الذنوب والمعاصي، إما بماله، وإما بأهله، وإما بنفسه، أو بأحد ممن يتصل به. هذه العقوبة تكون تكفيرا لهذه السيئات وهذه المعاصي وهذه الآثام التي ارتكبها العبد في حياته، حتى إن الله عز وجل لا يشدد على الإنسان في موته لبقاء سيئة أو سيئتين عنده حتى يذهب إلى ربه تبارك وتعالى وهو خاليا تماما من الذنوب والمعاصي والسيئات. فعذاب الدنيا أهون بكثير من عذاب الآخرة. أما إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده الشر أمهله واستدرجه، حتى إذا لقي هذا الإنسان ربه تبارك وتعالى لقيه وهو مغمور في سيئاته، فيعاقبه الله تبارك وتعالى على هذه السيئات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم مع عظم البلاء. كلما كان البلاء كبيرا على الإنسان كان الجزاء من الله عظيم. كلما شدد الله عليك ونزلت عليك البلاء، نزل عليك البلاء ونزلت عليك المصائب، اعلم بأن هذا فضل وخير من الله عز وجل، هو تكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك. والله تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، والبلاء اليسير يترتب عليه جزاء يسير من الله تبارك وتعالى. من هذه الأحاديث أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يشتكي مرض يعني، فخرج أبو طلحة، أي خرج ليقضي مصلحة من شؤون حياته، فقبض الصبي، يعني هذا الصبي الذي كان يشتكي من المرض مات، قبض. فلما رجع أبو طلحة قال لزوجته أم سليم: وأنس
ابن أم سليم، أبو طلحة زوج لأم أنس. فقال لأن أنس راوي هذا الحديث، فقال أبو طلحة عندما عاد إلى البيت: ما فعل ابني؟ بيسأل على ابنه، بيقول لأم سليم: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. وار الصبي يعني ادفنوا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، يعني بعد ذلك فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة، يعني أنس بيقول، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في يعني في فم الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. والحديث متفق عليه. في رواية تاني بقى الإمام البخاري قال: رجل من الأنصار بيقول: فرأيت 9 أولاد كلهم قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله الطفل. أبو طلحة عندما مات هذا الطفل وراح للنبي صلى الله عليه وسلم بيشكيله، فقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. ولدت بعد ذلك أم سليم طفلا سماه عبد الله، النبي سماه عبد الله وحنكه. يقول رجل الأنصار: فوجدت أو شهدت 9 من الأولاد لعبد الله ابن طلحة كلهم قرأوا القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص هذا الحديث أن هذا الرجل أبو طلحة كان له ولد مريض، فذهب لقضاء أمر ما، فلما عاد الطفل توفي، لكن أم سليم كرهت أن تقول ذلك لأبيه فجأة أو مرة واحدة. انتظرت حتى تعشى. هو يقول سأل عن الطفل، قال: ما فعل الطفل؟ قالت: هو أسكن ما يقول. وقد صدقت في هذا الكلام، أسكن ما يقول، أي أسكن ما يقول، لأنه مات. ولا سكون أعظم من الموت، ولا سكون أعظم من الموت. هو ظن أسكن ما يقول يعني من المرض، خف من المرض. قدمت له العشاء وابنها ميت في الحجرة الثانية، قدمت له العشاء ثم تهيأت له حتى جمعها في هذه الليلة. فلما انتهى بعد ذلك وانتهت واغتسل، قالت: وار الصبي، ادفنوا الصبي الآن، ادفنوا الصبي. غضب. قال: وطردتيني حتى فعلت ما فعلت، ثم تقولي لي بعد ذلك ابني مات؟ وفي رواية قالت له: إذا أعارك قوم عارية أو أمانة وأرادوا أن يستردوا أمانتهم؟ قال: بلى، أعطيها لهم. قال الله تبارك وتعالى: استرد أمانته. يعني أنا أعجب من صبر هذه المرأة، ابنها متوفٍ وهي فعلت ما فعلت. لذلك غضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي: يا رسول الله، إن أم سليم فعلت وكذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في هذه الليلة. كما ذكر، فولدت غلاما بعد ذلك سماه النبي، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم. هذا التحنيك هو لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أجل أن يصل التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء. إن كانت الأولى فهي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الثانية فهو أمر مستحب لكل طفل يولد، يجب أن يحنك بتمر حتى يصل طعم التمر إلى معدة الصبي قبل أي شيء. أيضا في هذا الحديث أنه يستحب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن وغير ذلك، هذه الأسماء المحببة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء لينال بذلك الأجر ويكون محسنا لأبنائه وبناته. من هذه الأحاديث أيضا أيها الأحبة عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، بيسب أحدهم الآخر،
ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه. طبيعة الحال اثنين بيتخانقوا، واحد بيسب الثاني، ففي واحد فيهم احمر وجهه من الغضب وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يشاهد ذلك، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له، راحوا للرجل، ذهبوا إلى هذا الرجل الغضبان، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث متفق عليه. هناك أيضا حديث آخر رواه أبو هريرة في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث أيضا متفق عليه. في هذين الحديثين أيضا يخبر في حديث آخر صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. فردد مرارا أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. الغضب يجمع خصال الشر كلها، فيجب على الإنسان إذا ما أغضبه شخص ما أن يصبر وأن يحتسب ذلك عند الله عز وجل، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس الشديد بالسرعة، الاندفاع والتهور هذه ليست شدة، وإنما الشديد هو الذي يصبر، الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأحاديث عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الإنسان بغضب، وهذا الغضب دافع للانتقام، فإذا كظم الإنسان غيظ نفسه وكبح جماح نفسه من الانتقام وهو قادر على أن ينفذ وقادر على أن ينتقم، انظر ما جزاؤه، وصبر على ذلك كله، ونحن في باب الصبر، يخيره الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ويخيره من الحور العين ما شاء. اختار اللي انت عارف من الحور العين، لأنه فعل ما فعل احتسابا لله ومن أجل الله عز وجل. أيضا من هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. والحديث رواه الترمذي، وقال هو حديث حسن صحيح، يعني فيه دليل على أن المصائب في النفس والولد والمال تارة تكون كفارة كما ذكرت للإنسان وكار عن سيئاته وذنوبه، وتارة تكون رفعا لدرجاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يسخط الإنسان وإما أن يرضى، فإن رضي فله الرضا من الله عز وجل، وإن سخط فعليه السخط من الله عز وجل. أيضا من هذه الأحاديث في هذا الباب الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن، يعني جاء قدم عيينة بن حصن، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، نزل ضيفا على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني الحر هذا الرجل يسمى الحر كان من النفر الذين يقربهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجالسه أو في مجلسه، وكان قراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شباب. القراء هم الذين كانوا يقرؤون القرآن وحفظوا القرآن، كانوا أيضا يقربهم سيدنا عمر بن الخطاب من مجلسه. فقال عيينة لابن أخيه الحر، قال يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، يعني لك مقام عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، أطلب منه أن يقابلني أو أقابله. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل هذا الرجل الذي يسمى عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب قال يا ابن الخطاب، أو هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل
دي شتيمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فغضب عمر بن الخطاب حتى هم أن يوقع به، يعني يقطع رأسه أو يزنه أو يضربه أو يعاقبه على هذه الكلمة. ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب كان أعدل ما يكون في قومه، حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر مدافعا على طبعا على 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 عمه، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول أو قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين، يعني سمح الرأي ده من الجاهلين، لا يدري ما يقول. وذكره بهذه الآية الكريمة، الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله، يقول راوي الحديث: ووالله ما جاوزها عمر حين تلاها هذا الرجل، وكان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث رواه البخاري. في هذا الحديث أيضا دلالة، أولا على أن الحاكم الصالح هو الذي يقرب أهل العلم من مجلسه، وإذا وفقه الله تبارك وتعالى لاختيار بطانة صالحة وفقه الله تبارك وتعالى لصلاح الدنيا والآخرة. ثانيا أيضا فيه دلالة على الصبر، عندما توجه كلمة ليست في محلها لإنسان منا يجب عليه أن يصبر. هذا الرجل اتهم بأنه من الجاهلين، كذلك أعتقد أنت عندما يقع في عرضك أو في نفسك أحد من الأشخاص بكلمة، بسب، بقصف، بقول أو بفعل، اعتبره من الجاهلين وقل سلاما كما قال الله عز وجل: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا من هذه الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أطرا وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والحديث متفق عليه. معنى الأثرة أي هناك قوم سيستأثرون بالأموال دونكم، إنها ستكون بعد أثرة. الأثرة يعني الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق. يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه يستولي على المسلمين ولاة حكام يستأثرون بأموال المسلمين، يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها، وهذا واقع مشاهد في كل البلاد الإسلامية. طيب إيه العمل يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، لا يمنعكم أن يستأثروا بهذه الأموال دونكم أن تؤدوا الحق الذي عليكم تجاههم من السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، أي اسألوا الله الحق الذي لكم من الله، تسألون لهذه الحكام الهداية والصلاح حتى يؤدوكم حقكم من هذه الأموال. يعني في هذا الحديث دلالة واضحة على الصبر أيضا على حكم وظلم حاكم من الحكام. وكما قالوا أو يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم، الناس كما يكونون يولى عليهم، إذا أساءوا فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى يسلط الله عليهم ولاتهم، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين، وإن كانوا بالعكس كان الأمر بالعكس أيضا. ويذكر أن رجلا من الخوارج قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه، قال له: يا علي، ما بال الناس انتقدوا عليك ولم ينتقدوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له سيدنا علي قال: إن رجال أبي بكر وعمر، رجال أبي بكر وعمر في زمنهم، كنت أنا وأمثالي. سيدنا علي يقول: كنت أنا وأمثالي، أما رجالي فكنت أنت وأمثالك. كذلك يذكر أيضا واقعة حدثت في خلافة بني أمية، وأظن الأمير كان عبد الله بن مروان، عبد الملك بن مروان، قال له الناس أو سمع مقالة الناس فيه، فجمع الناس
فقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر. فالله سبحانه وتعالى حكيم، يولي على الناس ما يكون بحسب أعمالهم، ولا شك أن صلاح الراعي من صلاح الرعية. آخر هذه الأحاديث في هذا الباب عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: أو إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، هذا الصحابي يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس، يعني حتى تقل الحرارة وتنزل البرودة، فقام فيهم خطيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يقوم خطيبا، وكانت هناك خطب عارضة في بعض الأوقات، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تقول: اللهم اجمعني بعدوي، واسأل الله العافية، قل: اللهم عافني، فإذا لقيتم أو لقيتموهم، لقيتم العدو، خلاص ابتليتم بذلك، فاصبروا على لقاء العدو، فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الدعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو. هذا وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا يا ربنا، اجعل صلاتنا على النبي هي الطريق لرحمتك. يا ربنا يا ربنا، اشرح صدورنا بالصلاة لما نقبله في جنتك. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا اجعل صلاتنا على النبي هي الطريق لرحمتك. ربنا اشرح صدورنا بالصلاة لما نقبله في جنتك. يا ربنا يا ربنا، اجعل صلاتنا على النبي.